بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الليلة إن شاء الله المحاضرة الرابعة من الكورس المكثف لـ Respiratory System Respiratory Physiology، والليلة أهم محاضرة اللي هو الجاز Exchange والجاز Transport. حبة حبة إن شاء الله حنفهم كل اللي حاصل فيها وما حنفوت شيء. طيب، في البداية عندك الغاز اكسشينج in the lung، تبادل الغازات في اللنج. في اللنج there is are two sides of gas exchange in the body between alveoli and pulmonary capillaries. ده في اللنج. تاني حاجة between tissue cells and systemic capillaries. الغاز اكسشينج اللي هو قاعدين ناخده كان في الكارديو اللي هما بين الارتريول والكابيلاري والاورجن، اما الثاني ده في اللنج اللي هو ما بين الهواء الخارجي يعني اللي هو في الالفيولاي وما بين البلمونري كابيلاريز. ودائما الجاز اكسشينج احنا لو لاحظنا هنا في كلمه مهمه جدا دي يعني كده اللي هي شنو، مكتوب لك كابيلاري، ما قال لك فازلز ولا قال لك ارتري ولا قال لك فين، قال لك كابيلاري، لانه الكابيلاري هو للناس الكارديو كابيلاري هو المكان اللي بيحصل فيه التبادل بتاع الغازات للارتريول وللفينيول ولا اي حته في الكابيلاريز. كابيلاريز وكان شفنا صوره لها انه هي بشكل مختلف، هي زي شبكه اصغر بعد الارتريول، مع انك ارتري ارتريول فين فينيول بعدين يجيك الكابيلاري. anyway قال لك gas exchange in lung depend on the following factors: pressure gradient of the gas, surface area of the respiratory system, thickness of the respiratory system, sorry respiratory membrane, بعدين physical properties of the gas. ده كلام جميل. فقال لك في البدايه البريزر جريدينت هناخدها واحده واحده ونفصلها، لكن كان امر عليها كده سريع، اللي هو الضغط الجزيئي بتاع كل غاز. اذا الضغط الجزيئي عالي معناته هيقدر يمشي، ده منطقي، ده كبديهي يعني الكلام ده. هسه قبل ما نخش فيه السرفس اريا، اذا كان مساحه السطح ما عارف اكبر او مساحه السطح اصغر هتساعد، او حد الثيكنس اذا كان الثيكنس عالي فكده احنا لما الغاز يخش هتكون مشكله. والفيزيكال بروبرتيز اوف ذا غاز اوف ذا غاز. اوكي، قال لك اول شيء البريشر جراديانت، قال لك gases move passively from area of high pressure to area of low pressure. ايوه ده كلام برضه هاشتاج بديهيات، انه شنو؟ ان الغازات تنتقل من المكان من اماكن الضغط العالي لاماكن الضغط المنخفض، زيها زي اي حاجه، مكان اللي فيه ضغط عالي للمكان اللي فيه ضغط منخفض. Like the pressure of a single gas in a container containing a mixture of gases is called partial pressure. عندنا في الغرفة في الهواء في كم غاز؟ في عندك النيتروجين، أكسجين، كربون أكسايد وإلى آخره من كمية بتاع الغازات. عشان إحنا نقول والله الضغط بتاع واحدة فيهم بالنسبة للهواء هنسميه الضغط الجزيئي للأكسجين، الضغط الجزيئي للنيتروجين. وهنا إحنا بنقصد الضغط الجزيئي للأكسجين من باقي الحاجات الموجودة. لكن هو لو براه هنقول الضغط بتاع الاكسجين، لكن لانه هو جزء من مجموعه بتاعت حاجات هنسميها الضغط الجزيئي بتاع something. تمام، قال لك the partial pressure of gas is calculated multiplying مش عارف fractional concentration الى اخره. ده كلام ما بيهمنا. قال لك the following table explain the calculation الى اخره. في الجدول شايف كاتب لك شنو، النيتروجين 78.6% بالمية، الاكسجين 20 او 21%، كربون دايكسيد 0.4%. تمام، نفس الشيء باقي الغازات. طيب فهنا فصل لك يعني انه كله بيديك يعني معلومات عامه، حاسين انه كل واحده عندها اسلوب معين عندها ضغط مختلف. تمام، طيب نمشي الصوره الثانيه. في الصورة الثانية هنتكلم عن كل واحد كل ضغط فيهم. فهنمسك أول شيء الضغط الجزيئي بتاع الأكسجين اللي هي هندية ظهرت عندكم يا داب. قال لك partial pressure of oxygen dry air في الهواء الجاف، في الهواء بصفة عامة 159. في الانسبايرد اير عبارة عن كم؟ قال لك after humidification in airways قال لك عبارة عن 149. فبعدين قال لك اللي هو عمل حسابات انه والله في درجه الحراره ما بتهمنا الحسابات دي، يهمنا الرقم النهائي.
بعدين قال لك شنو الالفيولار اير 100 بيكون 100، ان بالمونري كابيلاريز مش عارف. طيب خلينا من دي نمشي للصوره طوالي، انا دايركم بس تركزوا مع الصوره. الجدول حفظ؟ لا 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 لا، الجدول ما تحفظه، الجدول ده بس تقسيمه للموضوع للهواء. بعدين افتكر الجدول ده احنا بنمر علينا من الثانوي، هو 78% للنيتروجين و21% للهواء، دي حاجه محفوظه اصلا يعني اوريدي معروفه. طيب هنا قال لك شنو شايفين في الصوره، وكل حته ما اشير لك على السهم بتاعه، قال لك 159 للهواء برا انت قبل ما تتنفسه، لما ندخل التراكيه بيجي عامل شنو؟ بيجي عامل 149، دي اللي احنا فوق هنا لما قريناه قال لك انسبايرد اير بيجي 149 بعد ما طوالي دخل كده بالمجرى التنفس، حصل له هيوميديفيكيشن والكلام ده، انه ترطيب خلينا نسميها. بعدينك شنو؟ نزل لتحت، مشى لوين؟ للالفيولار اير، عين ال 100 دي، عين ال 100 مؤشرة على وين؟ عين بس الاشاره بتاعت الرقم بتاعت الارقام دي، 100 مؤشرة على وين؟ اللي هو منه؟ الالفيولار اير. الالفيولاي لما نوصل جوا بقى 100، يعني تتخيل من مكان برا لحد ما دخلينا وصل المرحله بتاعت الالفيولاي نقص حوالي 59، كان 159 ووصل هنا 100 تمام. بعدينك لما نجي نعمل التبادل اللي هو يمشي من الارتري يمشي للارتري وبعدين يمشي كده، شوف كان قال لك كم انه في الارتري وفي الفين يعني بعموم، فقال لك في الارتري عامل كم بيكون 100، ده منه ده البارشل بريشر بتاع الاكسجين، وفي الفين عامل 40. يعني تخيلت معايا انت عشان ما تقوم تحس الصوره ملخبطه، ركز معايا كويس الكلام وسيبك من الصوره. احنا بره كان 159، دخل لجوه شويه بقى 149، لما نوصل الالفيولاي بقى 100، وفي الارتري برضه زي ما هو 100، لكن لما حصل التبادل دخل مع الفين، ولما خلاص يعني بشر التشو وغزة التشو وكله كله تشو اخذ الاكسجين بتاعه وارتاح، قام بقى شنو؟ الفضل منه كم؟ فضل منه 40. فالبارشل بريجر النورمال بتاع منه بتاع الفين بيكون 40. فهمتوا القصه دي؟ فهنا في بس كم جمله ممكن نمر عليها سريع الفوق المكتوبه، قال لك شنو؟ قال لك ان بلس كم من تبلمونري كابيلاري، قال لك 40 بيريود تو غاز اكسشينج بي او 2 ان ارتيريال بريجر ايفن كده مش عارف 100 افتر غاز اكسشينج هاوفر ذا فاليو. دي هنا النقطه المهمه، هنا دي النقطة المهمة جدا اللي تذكروا لما شرحت الفسيولوجيكال شنطة الأسبوع اللي فات أو يعني المحاضرة اللي فاتت، قال لك البارشل بريشر في الأرتيريال بلود بيكون عبارة عن كم؟ 100. وقام اداك معلومة قال لك after gas exchange however قال لك this value is decreased by the physiological shunt. تذكروا الفسيولوجيكال شنطة اللي احنا كنا شرحناها؟ في زول متذكرة؟ انتوا في زول منكم حضر معايا المحاضرات اللي فاتت أو حضر اللي فاتت بالذات؟ تذكر الفسيولوجيكال شنط كانت شنو او هي شنو؟ كان قلنا هي شنو ولا قاعد تنسوا انتو؟ اها رقية رقية، ها ورينا كانت شنو الفسيولوجيكال شنط. طيب عشان ما ناخذ زمن، هما كانوا تو تايب الفسيولوجيكال شنط او نوعين مكانين. كان في الاول الفسيولوجيكال شنطه اللي بتحصل بسبب انه البلمونري ارتري والشنو والبرونكيال ارتري، والفسيولوجيكال شنطه الثانيه كانت بين شنو فينوس بلد، ما في اي مكان فينوس وارتري لا لازم نكون سبيسيفيك برونكيال ارتري والبلمونري ارتري، وفي الهارت كان بين منو منو كان بين السمول فينوس سمول كاردياك فين اللي بتمشي تكب في الليفت فينتريكل والليفت سايد اوف ذا هارت، فبيحصل شنط صغيرون يعني حاجه بسيطه تلاقيها اختلفت تمام، حاجه بسيطه. طيب افتكر واضح لحدين، نمشي للصوره صح ولا ما الصوره؟ ايوه نغير الصوره. طيب في الصورة اللي بعدها هنتكلم عن البارشل بريجر بتاع الكربون ده تمام، اللي هو CO2، شايفين الصورة معي ظهرت عندكم يا دام؟ بالظبط كده، هو الفكرة الفسيولوجيكال شند والله زي ما قلت لك المؤكسد والغير مؤكسد
الحته اللي هنا اللي فيه اكسجين يعني بتاعت الفينس بلاد. احنا ما هو بالظبط كده، فينس بلاد قلنا 40 صح، وقلنا في الارتيريال بلاد 100. فلما يحصل ميكس بتلاقي شنو ال 100 دي نقصت حبه، نقصت جزء بسيط ما نقصت جزء كبير. تمام. طيب بعدينك عندنا شايفين في الصوره يلا البارشل بريشر اوف كربون دايوكسيد، لكن دراي اير 0.3. تمام. في الانسبيرت اير 0.29، نقصت حاجه كمان اقل. بعدين في الالفيولار اير 40 عملت. بعدين قال لك في الفينس بلوت 45. يعني نقدر نشوف الصورة عشان الأرقام دي ما تجودنا. يعني شوف تخيل معي برا كانت عبارة عن حاجة بسيطة، دي حتة مهمة، كان ثاني أكسيد الكربون بسيط شديد في الهواء، لما نحن تنفسنا بقى أقل كمان. تخيل معي بقى أقل أقل بس بفاصلة واحد، حاجة صغيرونة. بعدينك لما نجينا في الألفيولاي زاد بقى 40. الله كيف زاد؟ اللي يزيد شنو؟ اللي يزيد يا سعادتك انه احنا اصلا الفكره انه ثاني اكسيد الكربون ده احنا بنجي نشيله من جوه الجسم نطلعه للهواء، فهنا حصل تبادل في الالفيولاي، حصل التبادل فبتلاقيه بقى كم؟ بقى 40. يعني ترفع من 29 وصل لحد 40، لانه اخذ من الجسم او اخذ من البلد تمام بالمونري كابيلاري، اخذ منه شنو؟ اخذ منه ثاني اكسيد الكربون فزاد. تمام. طيب بعدينك في الارتري والفين، في الارتري كان كم؟ 40، وفي الفين بغالي عامل كم؟ عامل 45. تعال واحدة واحدة عشان نرتب الكلام ده. هو احنا لما نجي نحن في الارتري ذاته لقينا انه والله السي او 2، هنا احنا بنتكلم عن السي او 2 كان مين كم 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 40، الاكسجين كان 100 والثاني اكسيد الكربون 40. ده وين؟ ده في الارتري. فلما نجي عند اللنج قام اداها ثاني اكسيد الكربون. اللنج اصلا الالفيولاي المفروض يكون 29 زي ما احنا شايفين، لما قام اداها ثاني اكسيد الكربون اترفعت لحد 100. تمام. طيب لما نيجي راجع في الفين هتلاقي انه شنو، خلينا من الحته بتاعت اللنج، لما بما انه الارتري كده لما نيجي يقوم يمشي للفين، لما نيجي احنا نخش لاورجن ويقوم نديه اكسجين اخذ منه الاكسجين وقام طلع منه ثاني اكسيد الكربون، هتلاقي تلقائيا في الفين بيغادي ما اخذوا من الارتري وطلعوا للفين، في الفين بيغادي هتلاقي ثاني اكسيد الكربون اترفع اوصل 45. فهمتوا عليا؟ يعني في الفين بتلاقي السي او 2 عالي لكن شنو الاكسجين واطي، اما في الارتري لا لانه دمه اسد، هتلاقي الحكايه عكسيه. ما مسؤولين شديد من الارقام دي والله، لكن ممكن عادي يجيبوها لكم هنا في الامتحان، يعني عادي ممكن يجيبوها لكم. بعدين انا افتكر انها واضحه شديد، انت لو ركزت فيها يمكن في الرسم انت تلخبط، لكن واضحه شديد لانه انت عارف في الارتر اللي بيكون اعلى، وهي كلها الارقام حوالي ال 40 يعني. فالمهم انت في النهايه افهم الفكره بغض النظر بعد حفظ الطاوله. فاختصارا انه احنا في الارتر بتلاقي الاكسجين 100، ثاني اكسيد الكربون 40، اما في الفين بتلاقي والله الاكسجين 40 وثاني اكسيد الكربون 45 اعلى منه بشويه. تمام. ما نركز في الارقام ما في مشكله. بعدين قال لك البي سي او 2 قال لك ان ارتيريال بلود ليفينج ذا بلمونري كافيتي، اوكي ما في حاجه هنا. نمشي للثالث صفحه اللي بعدها اللي هي الثيسيس، هنا دي بسيطه اصلا شويه. طيب عندنا كمان الثيكنس بتاع البلمونري ممبرين او ريسبيراتوري ممبرين. فقال لك شنو زي ما شايفين في الصورة الظاهرة دي، قال لك the respiratory membrane consists of the following layers، دي مهمة جدا. قال لك شنو؟ قال لك fluid of the alveoli، عين في الصورة هنا عشان نتخيلها. وين هي؟ وين الالفيولاي؟ ما في الالفيولاي، ما هنا انا قايل للصورة. طيب اوكي، قال لك fluid of the alveoli، تمام، السوائل الموجودة في الالفيولاي هي شنو؟ تلاقي بس مويه ومعاها شنو لو تتذكروا السرفكتنت اللي قعدنا شرحناه. كان بعدين قال لك شنو الفيولار وول، وبعد الالفيولار اللي هو بنسميه البيزمنت ممبرين والابيثيليوم، بعدين عندك الانترستيشال فلويد، واخر شيء عندك الكابيلاري وول زي ما بتشوف هنا. تمام. هنا قال لك شنو كابيلاري اندوثيليوم، بعدين كابيلاري ميزمنت ممبرين، بعدين ده هنا زي ما شايفين في تحت الانترستيشال فلويد،
غالي او ده هنا سوري سوري دي الالفيولاي سوري دي الالفيولاي ركزوا معي هنا دي الالفيولاي شايف الووتر اند سرفكتن شايف مؤشرين عليها هنا وفوق منها الفيولار ابيثيليوم بالازرق فوق منها ابيثيليال بيزمنت ممبرين شايفين بعدين تجيك الانترستيشال فلويد فالهواء حتلاقيه شنو شايف الاكسجين قال لك متجه على وين عند او 2 ماشي للجهه اليمين والسي او 2 ماشي للجهه اليسار انتم مركزين في الصوره ثاني قال لك شايف الووتر اند سرفكتنت شايفينها بالاسود بعدين قال لك الالفيولار ابيثيليال بالازرق بعدين الابيثيليال بيزمنت ممبرين بالبني تمام بعدين عندك شنو ثاني اداك في الانترستيشال فلويد الانترستيشال فلويد اذا في اي كلمه من ده انت ما فاهمها او ما فاهم معناها شنو اسال طوالي يعني ما مشكله عادي يعني ما عيب السؤال انك تعرف اهم شيء تمام فدي الحاصل بعدين قال لك شنو دي الطريقه اللي بيعبر بيها يعني الطبقات زي ما قلت الطبقات بتاعت البطن هنا الطبقات بتاعت يعني الالفيولاري الالفيولاي طيب بعدين قال لك شنو قال لك النورمال ثيكنس عباره عن 0.5 زي ما شايفين قال لك gas exchange is inversely proportional to thick of to the thickness of the respiratory membrane for example ركزوا معايا في الاكزامبل ده when the thickness is decreased لما الثيكنس تقل الكثافه او نقول السمك بتاع الالفيولا بتاع الجدار شايفين السمك ده عباره عن 3 طبقات لو بقي صغيروني تمام خلينا ارسم لكم شايفين الجدار ده لو بقي اصغر يعني بدل ما بدل يعني بقي كده مثلا ده حجمه كله هسه شوف حجمه قدر شنو من هنا لحد هنا اقول مثلا ما هنا قال لك 0.5 سنتي لو بيجي 0.3 اقل معناته التبادل بتاع الغازات ودخول وطلوع الاكسجين وثاني اكسيد الكربون حيكون اسرع تمام فهنا قام قال لك الجمله قال لك شنو قال لك when the thickness is decreased as occurs during exercise لما يكون انت قاعد بتتمرن gas exchange is increased تبادل الغازات بيزيد هاشتاج بديهيات قال لك it is impaired when the thickness is decreased is increased لما يزيد الثيكنس لك this cause hypoxemia hypoxemia يعني شنو low oxygen in the blood طيب نكبر لكم الصور يعني شنو الكلام ده يعني احنا بتكلمناك انه اذا قل اذا زاد الثيكنس اذا زادت الكثافه ده بيؤدي لشنو بيؤدي لانه احنا ما قادرين نعمل تبادل بتاع غازات طب شنو التبادل اللي بيحصل والله انه الاكسجين يخش الجسم لانه الجسم محتاج اكسجين طيب ثاني اكسيد الكربون اللي كتير قاعد جوه الجسم داري يطلع هو بقى ما قادر يطلع ده حيؤدي لنا شنو نقصان لو اكسجين ان ذا بلاد اللي هي هايبوكسيميا وكمان حتلاقي انه ممكن يحصل هايبركابنيا يعني شنو هايبركابنيا ما تركز في الاسم لكن زياده في ثاني اكسيد الكربون جوه الجسم ونقصان في الاكسجين لانه ببساطه احنا ما قادرين نجيب اكسجين من برا وما قادرين نطلع ثاني اكسيد الكربون اللي جوه فهمتوا علي بديهيات يعني فكل الفكره في السمك بتاع الممبرين ده السمك لو زاد ما حنقدر تعمل جاز اكسشينج بسهوله لو نقص معناته الجاز اكسشينج حيكون سهل شديد however thickness of the respiratory membrane is a less common cause of hypoxemia than ventilation perfusion mismatching ما معلومه مهمه لكن انا اقول لك انه ما مهم thickness ما حاجه رئيسيه في الموضوع الهايبوكسيميا واحنا اصلا ما مشكلتنا الهايبوكسيميا يعني تمام وضحت الفكرة اتفضلي طيب نمشي للصفحة اللي معنا مسافة تسألي طيب ما في سؤال ماذا طيب بعدين عندك في زول عنده سؤال لحد هنا لحد الفاده في حاجه ما فاهمه في حاجه توضح بعدين عندك شنو السرفيس اريا ذا افيلابل اريا فور جاز اكسشينج از كولد افكتيف سرفيس اريا افكتيف سرفيس اريا شوف الجمله هنا قال لك ذا افيلابل اريا مساحه السطح المتاحه
للجاز اكستشينج المتاحه، ما قال لك بس مساحه السطح بتاعت الالفيولاي المتاحه، بنسميها الافكتيف سيرفيس اريا. It indicates well ventilated alveoli in contact with well perfused capillaries. الحاجات اللي بتزيد وبتنقص السمك شنو؟ هي شو الحكايه بتاعت امراض، امراض في الـ في الـ في الريسبيريشن، امراض كثيره بتؤدي للحكايه دي، ودي ما حاجه مطلوبه منكم تعرفوها يعني as a pathology. والفايبرز فايبروزيز واللي بتنقص المجهود، الإيديما. يلا الحكاية مش بس كده، الحكاية ما بالبساطة اللي انتم ماخدينها يعني. يعني ممكن تكون حكاية شغل بتاع إيديما، ممكن يكون شغل بتاع انه والله حصل له التهاب، الالتهابات دي ما بتزيد الهستامين هنا، وبتلاقي انه والله تضخم المكان وبيجي في تجمع دموي كده. ممكن يعني في حاجات كتيرة بتأدي، ممكن الفايبروزيز ريسبيراتوري فايبروزيز، ممكن تلاقي بالموني فايبروز قلت لك، او ممكن تلاقي التي بي. في امراض كثيره بتؤدي لزياده الثيكنس، تمام، لكن ما مطلوب منكم تعرفوا الا اذا انت مثلا في كلينيك او في بتقرا ميديسن، فهنا ده بتفتح، لانه شغل ميديسن ما شغل بتاع اول في الباثولوجي. لا انا ما قلت، ركز في الكلام كويس، انا قلت السمك ما مهم وكملت باقي الجمله، ما خدت نقطه، ما قلنا ويل للمصلين وقفنا، الذين هم عن صلاتهم ساهون. فهنا الفكرة شنو؟ انه ما السمك ما مهم في عملية الهايبوكسيميا، في عملية الهايبوكسيا ما عنده الأهمية الكبيرة، في أسباب أهم منه بكثير. ما مهم كيف؟ وزيادة السمك بتزيد تبادل الغازات، لما نقل بتقل، عنده علاقة بالهايبوكسيا، عنده علاقة لكنه ليست السبب الرئيسي. وإذا رجعنا للجملة اللي قريناها من كور، أديل قال لك thickness of the respiratory membrane is what؟ قال لك is شنو؟ is a less common cause of what؟ of hypoxemia than، وما أخذت نقطة، than ventilation والperfusion mismatching، تمام؟ see below يعني لسه هنشوفها. فدي الفكرة، قال لك بالعكس علاقة عكسية، ممكن يحصل هايبر كامني الاكسجين يكون طبيعي. الحكاية ما علاقة، ما السبب الرئيسي، واحدة من الأسباب اللي كده بتتخطى في النهاية، فما حتقوم يعني شنو خلاك تعمل حادثة والله عشان امبارح كنت متضايق. لا أكيد العربية فيها حاجة، أنت سايق غلط معي، أنت ما قطعت كلام كتير يعني، آخر سبب أنت حتخطه، تمام. طيب نمشي للسرفيس أريا يا شباب. قال لك في حاجة اللي إحنا كنا تكلمنا، في حاجة اسمها البرفيوزد، الويل برفيوزد والويل فنتليتد الفيولاي، تمام. هنا قال لك نكمل الكلام، قال لك gas exchange is directly proportional to the effective surface area، يعني كل ما زادت مساحة السطح المتاحة لتبادل الغازات، كل ما شنو؟ كل ما زادت الغاز اكستشينج. يعني وقام احنا تكلمنا هنا في الجملة الأولى، قال لك شنو؟ قال لك the available، قال لك indicates well ventilated alveoli، كل ما كان الفيولاي ventilated بطريقة كويسة ومتواصل مع well perfused capillary. يعني شنو؟ well perfused يعني والله واصل الدم بطريقة ممتازة، انت مش مثلا قاعد بتنهج جاري، او مثلا والله يعني قاعد تعمل لك في شيء واقف كده، قاعد بتتكلم، غير لما انت تكون مثلا راقد ومرتاح، راقد عديل، فكده التوصيل الدموي لللنج حيكون كامل، حيوصل لكل الالفيولاي، حيوصل لكل الكابيلاري، ونفس الشيء الهواء اللي انت بتاخده قاعد يصلك، يخش لك بطريقه كويسه، انت قاعد في حته تهويته ممتازه، فكده الهواء جوه حيخش لك بطريقه كويسه، وانت مرتاح. فهمت الفكره؟ فبعدين هتلاقي انه في حاجه اسمها ويل فنتليتد، وفنتليتد بطريقه ويل، بطريقه ممتازه بيرفكت، دي الالفيولاي واصل لها هواء كويس، واصل لها perfusion كويس. فهنا قال لك فور اكزامبل وين ذا سيرفيس اريا از انكريزد، كل ما زادت السيرفيس اريا دي، تمام، از اوكيرز ديورين اكسرسايز، زي ما بيحصل اثناء الاكسرسايز، انه والله احنا لما نجري نتمرن ونجري وكده، ضخ الدم حيكون بطريقه اعلى، فحيصل لللنج، لان احنا محتاجين نعمل هايبر فنتيليشن، نزيد التنفس، تمام، فحيؤدي لانه زياده الجاز اكسشينج، كده بيجي في تهويه ممتازه اكثر، ما بينا نعمل هايبر فنتيليشن، كده كميه بتاعت هواء اكبر بتخش اللنج، وكميه بتاعت هواء اكثر بتغذي كل الالفيولاي كلها الفوق والتحت،
وكميه بتاع الدم اكبر لانه بقى في تكيكارديا، حتوصل لوين؟ حتوصل لكل الكابيلاري اللي في اللنج، تمام؟ فحتأدي لانه ويل بيرفيوزد ويل فيليتد، فكده زدنا مساحه السطح اللي مناسبه للغاز اكستشينج، مما ادى لزياده الغاز اكستشينج، تمام؟ طيب قال لك the effective surface area is increased during exercise because of what؟ الكلام اللي احنا قلناه، شنو الحاجه اللي بتزيدها؟ قال لك more alveoli is ventilated as due to increased ventilation، وانا هسه قلته بس هم لازم يعيدوا كلامي. قال لك more capillaries are perfused due to increased perfusion. الالفيولاي شنو؟ الالفيولاي هي الشعب الهوائيه، الالفيولاي هي الشعب الهوائيه الصغيرونه جدا في اللنج، تمام؟ طيب بعدين اللي هي اقل حاجه، اصغر حاجه في اللنج، اصغر جزئي الخلايا، تمام؟ طيب قلنا شنو؟ قلنا الالفيولاي الطريقه الافكتيف سيرفيس اريا بتزيد اثناء الاكسرسايز بسبب انه والله مور الفيولاي فنتليتد عشان الفنتليشن زاد، ومور كابيلاري are perfused due to increased perfusion بسبب increase of tachycardia. بسبب شنو يا شباب؟ ناس الكارديو، بسبب increase the venous return، بسبب increase ال هنا اسمها شنو؟ ال endiastolic volume، increase the stroke volume، increase the cardiac output، صح؟ كله لحد ما بقى شنو؟ بقى well perfused لل الكابري بتاعت اللنج، تمام؟ قال لك total surface area equals about 70 متر مربع. انتم متخيلين 70 مربع دي شنو؟ ممكن تكون قدر شقه او شقتين عادي. 70 متر مربع دي كميه السرفيس اريا المتاحه النورمال اللي موجوده جوا اللنج، متخيل؟ علشان انت تعمل التنفس الطبيعي بتاعك، اوكي؟ فاحنا فهمنا هسه السرفيس اريا انه هو مساحه السطح المتاحه علشان يحصل التنفس، وكله علشان تكون المساحه السطح دي ظابطه محتاجين شنو؟ عشان تكون مساحه السطح ممتازه محتاجين انه ويل بيرفيوزد وويل فنتليتد الفيولاي، واضح؟ نمشي للديفيوجن كوفيشنت. طيب معناها شنو؟ effective surface area معناتها المؤثرة، من effect المؤثرة أو الحقيقية، لأنه لو قريت أول جملة هنا، أول جملة في الصف قال لك the available area for gas exchange is called المتاحة، المتاحة for gas exchange، لأنه ما كلها بتكون متاحة. لما تعمل تمرين كده خليت كتار يكونوا متاحات، لما تعمل شنو؟ كل مرة بتزيدهم، بنسميها effective surface area effective، تمام؟ هي كميه كل الالفيولاي المتاحه، تمام؟ طيب diffusion coefficient قالت دي ما مهمه شديد لكنها مش على defined as amount of gas that diffuses across the respiratory membrane per unit pressure difference per unit surface area per unit time it depends on the solubility of the gas. كل ما كان السوليوبيليتي بتاعت الغاز عاليه انه بيقدر يذوب بسرعه، كل ما زادت فرصته انه يعمل ديفيوجن، ديفيوجن الانتشار، معامل الانتشار يعني، تمام؟ طيب بعدين قال لك المولكيولار ويت اوف ذا جازز، اللي هو قال لك انفيرس ريليشن شيب المولكيولار ويت اوف ذا جاز، يعني كل ما زادت المولكيولار ويت كل ما زادت الحجم الجزيئي بتاع الغاز، تمام؟ او الحجم الذري بنسميها او كده، دي كل ما زاد الحجم بتاعها منطق، يعني ما قلنا هاشتاج بديهيات، منطق اكيد طبعا انه عبوره للممبرين وكده حيكون اصعب، حتقل كل ما زاد الحجم بتاعه كل ما قل يعني دخوله عمليه الجاز اكستشينج بتاعته. طيب فقال لك بعد الكلام قال لك شنو؟ قال لك although molecular weight of CO2 is larger than O2، المولكيولار ويت بتاع ثاني اكسيد الكربون اكبر من الاكسجين، ده ببساطه كده عشان نوقف، ده معناته شنو؟ معناته انه سي او 2 ما حيقدر يحصل له ذوبان اسرع. طيب بعدين قال لك شنو؟ اتس ديفيوجن كوفينت از هاير ذان او 2، برضو اعلى، غريبه يعني، المفروض يكون العكس، اذا كده معناته المفروض العكس. فهنا فسر لك this is due to the high solubility of CO2،
بالسبب شنو؟ The high, this is due to high solubility of the CO2. دي ممكن بس معلومة كده لأنها ممكن تجي في الامتحان، إنه والله السولوبيليتي بتاعت الـ CO2 أعلى من الـ O2، والمولكيولار ويت برضو أعلى، وكمان الـ diffusion coefficient هو أعلى بالنسبة لثاني أكسيد الكربون. تمام؟ على تعريف diffusion coefficient، لا أنت، أنا عارف التعريف ده بمعطك، فالتعريف الزي دي أنت ما حتستفيد بها إلا إذا أنت مثلا امتحانات بتجيك كتابية، وفي أساتذة ما عنده وضوع لأنني يحفظه، زول بيجي يسأل يقول لي عرف لي diffusion coefficient، هتقوم تقول له the amount of gas that is across the respiratory membrane per unit time pressure per unit pressure difference per unit surface time per unit مش عارف. ده كلام فارغ، ده كلام فارغ. انت زول بتفهم، زول طبيب في حاجات تقرا فيسيولوجي، ما قاعد بتسمع مثلا في بايوكيمستري ولا بتسمع في مايكرو عشان انت تعرف لي الكلام وتحفظه زي اسمك، لا حكايه ما كده. فهنا الديفيوجن كوفيشنت اللي هو عامل الانتشار، الحاجه اللي بتزيد لك الانتشار بتاع الغازات من الفيولاي لحد الكابيلاري، كل شنو الحاجات اللي بتزيد لك الانتشار بتاعك، شنو الحاجات اللي بتزيد لك انه يخليه يعمل لك ديفيوجن، انه طالع ينتشر هنا يطلع من هنا يمشي لهنا بكل سهوله من الغشاء بتاع الريسبيريتوري. فبالضبط كده قال لك السوليوبيليتي اوف ذا جاز، لما انت تجي وتقوم تجيب لك تعمل لك عصير وتقدر تصفيه. تمام؟ بتتاكد اذا كان انت من خاري وملح ولا خاتي فيه سكر، اذا كان مثلا خاتي فيه برتقال مثلا خالط برتقال، ولا اذا مثلا عامله تانك، تيجي تعمل التصفيه حتلاقي انه والله كميه بتاعت حاجات انت صفيتها هنا مع الـ مع الـ مع المخلوط. ليه؟ لانه والله هنا الكتله الجزيئيه بتاعته اعلى والسوليوبيليتي بتاعته اقل، لكن هناك العكس في العصير بتاع التانك لما تيجي تصفي ما حتلاقي في حاجه بتطلع لك. تمام؟ او العصير العادي او المويه ساي السوليوبيليتي الذوبان بتاعها اسرع. تمام؟ والموليكيولار ويت بتاع الغاز اللي جواه او الحاجات اللي جواها اقل، هتلاقيه بسرعه يقوم يمشي. تمام؟ طيب قال لك diffusion capacity of the respiratory membrane. diffusion capacity of the respiratory membrane قال لك the volume of gas that crosses the respiratory membrane per unit partial per unit partial pressure difference per unit time is affected by هي يعني الكمية بتاعت الغازات اللي بتقوم تنتشر أو المساحة المتاحة للانتشار. تمام؟ بتعتمد على شنو؟ المساحة المعتمدة أو المساحة بتاعت الانتشار، كيف المساحة دي حتزيد ولا حتنقص، حتزود شنو أو حينقص شنو، أو هي أصلا بتعتمد على شنو. تمام؟ هنا قام قال لك شنو؟ قال لك the thickness of the membrane، وتاني حاجة قال لك surface area of the membrane. يعني باختصار احنا عندنا مساحة الباب، يعني والله خلينا نقول لك شنو، البوابات اللي بتتفتح في الجامعة، البوابات اللي بتتفتح للملعب، في كم بوابة مفتوحة، بتعتمد على شنو؟ تعتمد على شنو؟ تعتمد على الثيكنس، المساحة اللي هو عفوا السمك بتاع شنو، بتاع الممبرين، اذا السمك عالي ولا السمك قليل. تمام؟ إيه بعدين قال لك السرفس اريا اوف ذا ممبرين، فكل ما كان السمك بتاع هنا قلة كل ما كان المساحة المتاحة للانتشار للغازات كانت اكبر. هو عباره عن بس دليل يزيد لك الكلام ده، كله عباره عن كلام زايد، كله احنا ربطناه واستنتجناه وفهمناه فوق، بس هو ده اللي يجيب لك كلام زايد. دي ما بسالوك منها، بتجيك في امتحان هي والديفيوجن والكوفيشن ما بيجيكم، بس كفاهم انت تعرفها. بقول لك ثيكنس اوف ذا ميمبرين، دي كل ما كان السمك اقل كل ما احنا زدنا المساحه المتاحه، كل زدنا المساحه اللي نقدر نقوم نستخدمها. تمام؟ السرفيس اريا اوف ذا ميمبرين دايركت ريليشن شيب، فكل ما زادت السرفيس اريا كل ما زادت المساحه بتاعت السطح، عشان انت عملت تمارين وكده هتقوم عامل اكسرسايز، فهتزيد شنو كده السرفس اريا بتاعت الممبرين زادت، هتديك فرصه اكبر لانك تقوم تعمل تتمرن، عشان تتمرن شنو، هتديك فرصه اكبر انه انت تبادل الغازات تمشي يخش ويطلع عادي. تمام؟ الاكسجين يخش وثاني اكسيد الكربون يطلع. قال لك it is measured by using carbon monoxide، carbon monoxide which is highly soluble. ودي هنا نوقف بس نقطة في حاجة اللي هو كربون مونوكسيد اللي هو CO1 مش CO2، CO1 ده واحد من الحاجات المهمة لأنه كتير بيحصل للزول أحيانا بويزنينج، تسمم بسبب أول أكسيد الكربون. تمام؟ عنده تفاصيل كتيرة، قال لك هاي بسبب إنه هايلي سوليبل في البلد. تمام؟
unlike the other gas diffusion اللي قال لك normal diffusion capacity is equal كده. خلينا مني ليه، لان ليه طيب الكربون الكربون مونوكسيد ليه؟ لان الكربون مونوكسيد دي بطوالي بيخش بيمسك في البلد هاي السوليبل ان ذا بلد، وبيخش طوالي يمسك يرتبط بدل منه، بدل الهيموجلوبين وبدل بدل الاكسجين، بدل الاكسجين في الهيموجلوبين، بدل الاكسجين في الهيموجلوبين. فحتلاقي انه والله الزول الساتوريشن بتاع الاكسجين بتاعه بيجي قليل شديد، ممكن يتخنق وممكن يموت في وقتها. تمام. طيب بكثير بتكون احيانا في اصابات بتحصل منزليه او كده حسب المكان اللي بيكون في الكارب سايد. تمام. طيب انا هسه نحن كده اخذنا شنو في الحته دي، اخذنا الثيكنس وخدنا السرفيس اريا وخدنا الديفيوجن كوفيشنت وكانوا واضحين جدا وربطناهم مع بعض. تمام. في سؤال لحد هنا عشان نمشي الصوره اللي بعدها؟ طيب نشوف الاسئله بعيدها تاني. طيب الحته بتاعت الديفيوجن كوفيشن دي ما في عيد التاني بشنو في شنو بالضبط، اللي هي الكربون مونوكسيد يعني ولا الديفيوجن من اولها ولا شنو؟ طيب يا شباب فاهمين يعني الكلام واضح لحد هنا ولا كيف؟ بصفة عامة الكلام واضح؟ نمشي للفيوجن ventilation perfusion ratio. طيب بتاعت الكربون مونوكسيد، الكربون مونوكسيد دي ما حتة مهمة شديد، لكن الفكرة شنو؟ انه الكربون مونوكسيد بخش الجسم وبتنافس الاكسجين في انه يمسك في الهيموجلوبين. لو انتوا قريتوا الهيماتولوجي بتلاقي انه الاكسجين يمسك في الهيموجلوبين، فبتلاقي انه هو بيخش وينافس الاكسجين في انه يمسك في الهيموجلوبين ويقلع على الاكسجين يمرقه، عرفت يعني على قولتهم يقص له ويمسكه هو. تمام. يمسك في الهيموجلوبين، فبتلاقي شنو انه خلاص بقى فيه الاكسجين، تشبع الهيموجلوبين بالاكسجين قله، فالزول حيخش في شنو؟ لانه الهيموجلوبين هو الطريقه بتاعته انه يقوم يدخل الاكسجين للخلايا وكده، ده عنده طريقه انه بيدخل الطريقه بالضبط ده اللي بيحصل. اوكي. طيب بعدين الفنتيليشن ريفيوجن ريشيو، طيب دي حته مهمه ومشينا عليها وشرحتها انا متاكد يعني كده، لكن هتلاقوها سهله يعني. طيب قال لك شنو؟ قال لك ذا ريشيو اوف ذا الفيولار فنتيليشن تو بلمونري بلاد فلو بيرفيوجن، اللي هو يعني معدل يا اخي الريشيو بتاع الفنتيليشن الفيولار فنتيليشن، يعني كل كميه الهواء كميه المويه اللي بتصل من الدم، اللهم صل على النبي، كميه الدم اللي بتصل للالفيولاي. تمام. طيب الالفيولار فنتيليشن عباره عن 4 لتر، وريز ما مهمه دي هنخش عليها، از افكتد باي جرافيتي اوف ذا لنج كده، افكت اوف ذا جرافيتي. قال لك ان ابرايت بوزيشن، لما انت تكون واقف، لما تكون واقف الريشيو بتاع البرفيوجن على الفنتيليشن بيكون مختلف من انك لما تكون قاعد، وبيكون مختلف لما انت تكون واقف بيكون مختلف من كم حته. لما يعني احسن احنا نكون واقفين هتلاقي في الابكس الالفيولار في الابكس الوضع مختلف من في النص من الشنو من في البيز. تمام. فهنا ده يشرح لك والمقصود لك شنو هي بالفنتيليشن. الفنتيليشن بتاع منه الفنتيليشن بتاع الالفيولاي، الهواء اللي بيخش الالفيولاي. والبرفيوجن مقصود شنو؟ مقصود التوصيل الدموي للكابيلاري اللي حوالين الالفيولاي، اللي بيتم التبادل الغازي فيها مع الالفيولاي، يعني الهواء اللي جوه و الالفيولاي برضه. احيانا بتلاقي فيها هواء كتير في الالفيولاي لكن الدم الواصل للكابيلاري بسيط وما حتتم تبادل الغازي، واحيانا بتلاقي العكس التوصيل الدموي كتير لكن الالفيولاي الهواء اللي فيها قليل. ودي هنا ده هو مربط الفرس اصلا عشان نشرح فيه الحته دي. وقال لك في البدايه قال لك ات ابيكس بلاد فلو از ديكريزد، لما انت في الابيكس بفوق في اللنج اعلى اللنج اعلى منطقه في اللنج بتلاقي التوصيل الهواء بلاد فلو از ديكريزد، التوصيل الدموي بيكون اقل لانه الدم الجاذبيه بتجذبه لتحت. قال لك التوصيل الدموي بيكون قليل، والفنتيليشن برضو التهويه اللي بتصل لفوق بتكون قليله، لان انت لو لاحظتها اول ما تخش التراكيه بتيجي نازله بعدينك بتمشي لمنو تتقسم لجسمين، والجسمين دول بيخشوا في نص اللنج مش بيخشوا من اول اللنج بفوق، فاهمني؟
يعني احنا زي كأنه انت والله لما تجي تقوم تفتح لك قاروره جركانه، مش قاروره، جركانه، تيجي تعبيها مويه بتلاقي انه كل الحته دي وصلت المويه، لكن الحته اللي في طرف الجنب خشمها ما وصلت المويه ولا هبشتها، تمام؟ بتلاقي اكتر حته فيها مثلا توصيل دموي او اكتر حته فيها هواء تلاقيها عاده بيتحد، ودي حنشوفها هسه هنا. بقول لك الفنتيليشن بفوق برضه بيكون قليل، بس بيكون بطريقه اقل، يعني ما قليل شديد زي مقارنه بالدم. But to lesser extent يعني شنو؟ يعني والله الدم بيكون قليل شديد مثلا للنص عديل بفوق، لكن بفوق الهواء ما بيكون قليل لدرجه النص، بيكون قليل كده 20% ناقص، حاجه بسيطه، تمام؟ Therefore ratio is increased، عشان كده المعدل ده بيزيد. المعدل ده بيزيد ليه؟ ما هو ببساطه شديده اذا احنا قلنا والله المعدل اصلا هو عباره عن مثلا واحد اللي هو 100، 100 على 100، تمام؟ فهتلاقي ال 100 فوق دي اللي هي بتاعت التوصيل الدموي والبرفيوجن قلنا قلت للنص بقت 50، لكن بتاعت الفنتيليشن ما قلت للنص، قلت بقت 70، تمام؟ فهتلاقي ان شنو النسبه اختلفت، او خلينا من المثال اللي هنا لانه كده غلط، لكن المهم انه الريشيو كده بيزيد، تمام؟ لانه هو الفي الكيو على في، صح؟ الفي على الكيو، سوري، الفي على الكيو، فبقى اللي فوق هو الاعلى. سوري ام سوري ام سوري المثال صح، فنعيد تاني عشان ما نلخبط نهدى. الفكره شنو؟ نحن عندنا في على كيو زي ما شايف انت هنا، خلينا نشوف زي ما شايفين عندك الفي على كيو، فنتيليشن على منو؟ على الكيو اللي هو البرفيوجن، حنشرحها وحنوضحها. تعني شنو الكيو؟ ايوه اصبر دقيقه بس نوضح لكم مسي. طيب الكيو زي ما شايفين هي البرفيوجن، خلينا نرسم الكيو هي البرفيوجن، والفي هي الفنتيليشن. كيو شايفين برفيوجن اللي هو التوصيل الدموي بتاع منه بتاع، سامعين يا شباب انتوا ولا ده الصوت من عندك؟ سامعني؟ طيب كويس تمام. شايفين الكيو قلنا اللي هي شنو؟ البرفيوجن او التوصيل الدموي، الارتري يعني خلينا نقول، تمام؟ اما الفي دي اللي هي من فنتيليشن، اوكي؟ طيب بعدين هنا قال لك شنو في على كيو؟ هي باختصار لو احنا قلنا دي 10 عديل ودي 10 ودي 10، تمام؟ دي اتقسمت النص عديل، قال لك البرفيوجن نقص النص افتراضا يعني بقي 5، لكن الفوق دي نقص زي دي لكن اقل شويه، يعني ما لها درجه 5، نقص من 10 يقول مثلا 6. إذا مثلا احنا كان المعدل 10 على 10 اللي هي تساوي 1، هسي 6 على 5 تساوي كم؟ تساوي 1 فاصلة 1 فاصلة حاجة، فاصلة 1 فاصلة 2 أو 1 فاصلة 5 اللي هي 1 فاصلة 2 بالضبط، تمام؟ فكده زادت كده الريشيو زاد، المعدل زاد، صح الاثنين نقصوا لكن المعدل، احنا كلامنا كله في المعدل، تمام؟ طيب بعدين الجملة اللي بعدها قال لك شنو؟ قال لك when perfusion is decreased to zero، لما يبقى اشوف في على كيو، البرفيوجن اللي هو البيت تحت توصيل الدموي يصل لزيرو عديل، انقطع عديل ما في توصيل دموي، قال لك the ratio is increased to infinity، infinity infinity كله الرياضيات، انا يا اخي ما اقدر اخش في كلام رياضي، ده زاد ولا نقص، خلينا نفهم الفكره انه والله بيفوق بيكون كيف وبيت بيكون كيف، وقت ما يجيك سؤال في الامتحان انت هتعرف تحل، تمام؟ عشان جو تراس كثير، تمام؟ طيب هنا قال لك شنو؟ فباقي الكلام قال لك since ventilation اعلى من البرفيوجن the extra air wasted ventilation، ده كلمه مهمه جدا، تمام؟ قال لك شنو؟ قال لك لما نحن يكون التوصيل الهواء اللي واصل الالفيولاي، عندنا الالفيولاي الهواء الواصله كثير، لكن التوصيل الدم الواصله قليل، من يكون الهواء اكثر بنسميه wasted ventilation. wasted يعني شنو؟ يعني من ويست، من مهملات، من الزبالة، من حاجات كده ضايعة، wasted ventilation يعني هواء ضايع، تهوية ضايعة، زي انت تخلي المروحة والمكيف والحاجات شغالة في الغرفة وما في زول قاعد فيها، فدي تهوية ضايعة ما في زول قاعد يستفيد منها، يعني ما في توصيل دموي، ما في توصيل دموي شنو؟ لو ما في ناس بني ادمين قاعدين كده يحاولوا يتنفسوا الهواء ده، ما في زول مستفيد منه، فده بنسميه wasted ventilation، هواء ضائع. متين بيكون هواء ضائع؟ لما يكون الهواء اكثر من
البرفيوجن، الاكسترا اير، الهواء الزايد دي اللي ما في زول استخدمه، اللي ما حصل له جاز اكسشينج، بنسميه ويستد فنتيليشن، تمام؟ وممكن نسميه شنو برضو، ديد سبيس فنتيليشن، برضو كلها تقبل، تمام. طيب يعني احنا عندنا هسه في الابيكس قلنا والله الاثنين بيكونوا قليلين، اللي هم الفنتيليشن بيكون قليل والبرفيوجن بيكون قليل. طيب ات ذا بيز، البيز اللي هو تحت في طرف الله يبقى تحت، تحت اخر شيء، تمام. الفكره شنو قال لك؟ قال لك بلاد فلو، التوصيل الدموي بيكون انكريزد طبيعي جدا، والفنتيليشن بتكون از اولسو انكريزد، لكن بيكون بطريقه شديده. فهنا دي الحته، ان شنو، شوف نفس الكلام اللي حصل فوق بس بطريقه معاكسه، تمام. قلنا ما لنا نشرحها، لكن نشرح الفي على كيو، انه ده 10 وده 10. قال لك الكيو ده زاد، يعني تخيل زاد النص، عديل بقى شنو، بقى 15، تمام. وال10 دي زادت، لكن قال لك ما لها درجه النص، لا زادت يعني شويه، فنقول مثلا 12، مثلا 12 على 15 كانت 10 على 10 تساوي 1، بس 12 على 15 يعني اقل من 1، 12 دي ما اقل من 15، فبقي كده اقل من 1، يعني الرقم قله، الريشيو قله. ما نركز احنا مع الريشيو والهناي، لكن الفكره شنو؟ انه الاثنين زادوا، قبيلك فوق الاثنين قلوا، لكن الفنتيليشن ما قل شديد. وهنا تحت الاثنين زادوا، لكن الفنتيليشن ما زاد شديد. يمكن لانه الهواء الطريقه بتاعت التنفس بتكون مختلفه، فعشان كده دائما بيكون، دائما لما ينقص ما بينقص شديد، ولما يزيد ما بيزيد شديد. ده ادى طبعا لانه الريشيو يقل. ما بيهمنا الجمله دي، لكن قال لك شنو، قال لك سنس، ودي هنا المهمه، لما يكون الفنتيليشن اقل من البرفيوجن، ده بنسميه الاكسترا بلود، بنسميه ويست برفيوجن. ونفس الشيء على مثال الغرفه والفحم اللي احنا بنقوله. تخيل انت في غرفه قاعدين انت كتار، والتوصيل الدموي ما مشغلين مكيف، ما في مكيف وما في مروحه، او المروحه خربانه، او الكهرباء قاطعه عادين، فبتلاقي شو، التوصيل الدموي موجود، الناس موجودين وقاعدين، لكن شنو، لكن التهويه ما موجود، الفنتيليشن ما موجود. يعني احنا مشينا جينا وما لقيناكم، التوصيل الدموي وصل الالفيولاي كده ومتسني، ها جيب لنا الهواء، ما في هواء جاء، او جابوا هواء بسيط اقل من المطلوب وكده، والباقيين باقي الخلايا بتاعت الدم دي قاعده كده سايه مستنيه، يدوها اكسجين يمسكوا، اذا مسكوا فيه مستنى تتخلص من ثاني اكسيد الكربون اللي عندها، فما في زول جاي عندها. ده بنسميه شنو، لما يكون الدم اكثر ويست برفيوجن ضائع، او توصيل دم ضائع، اوكي تمام. قال لك effect of lung disease، واضحين يا شباب؟ هي دي، يلا دي ممكن نكون فيها اسئله امتحان شويه، الحته الاخيره دي الاسئله اللي نشرحها دي. قال لك effect of lung disease on V على Q ratio. Like many lung disease is characterized by VQ in quality. تمام؟ Like this may result in either wasted ventilation زي pulmonary embolism أو wasted perfusion. نحكها شوية الحتة دي. يعني شنو pulmonary embolism؟ إنه والله في حصلت جلطة في منو؟ في واحد من الشرايين بتاعت الرئة. تمام؟ فمعناته شنو؟ معناته الدم ما حيقدر يوصل للالفيولاي. معناته شنو؟ معناته الدم الواصل للالفيولاي اقل والتهويه الواصله كويسه. معناته شنو؟ معناته في تهويه كثيره ما لاقيناها. التهويه لما تبقى اكثر بنسميها ويستد فنتيليشن، معناته في هواء ضايع، تمام. الحته الثانيه قال لك ويستد برفيوجن، وداك مثال لمنه، لللنج كولابس، ان التوصيل الدموي بيوصل لكل الالفيولاي، لكن احنا عندنا لنج كولابس، انه الالفيولاي بعض الالفيولاي اتقفلت عديل، حصل لها كولابس، بقت مقفوله، فالهواء اصلا ما قادر يخشها، لكن الدم واصله، فالدم كل مره بيجي بعاين، اها ما جبت هوا ما جبته، يرجع اها ما جبت هوا ما جبته، فده اسمه شنو؟ اللنج كولابس، اللي هو ويستد برفيوجن، دم ضائع، اوكي؟ واضح؟ قال لك ريمبر ذات في تي كريت ذا موست كومن كوز از هايبوكسيميا، اوكي وات ايفر، ما حاجه مهمه، تمام؟ واضحه يا شباب؟ طيب نمشي للحتة اللي بعدها. ممكن تعيد حتة بتاني افكت، ممكن تعيد فهمتها يا يعني افكت، عيد الافكت الثاني. طيب ما في مشكلة، اللي هي وينه،
اوكي، اللي هي قال لك اللي هو ايوه اللي هو اللانج كولابس. طيب اللي هو شنو قال لك؟ اول شيء في ويست فنتيليشن، انه هو قال لك بالموني امبوليزم. بالموني امبوليزم مما يعني حصول جلطه في الشريان بتاع الرئه، واحد من الشريانات بتاعت الرئه حصل فيها جلطه، معناته الدم ما حيقدر يصل للرئه بطريقه كويسه، معناته الفنتيليشن حيكون اعلى، انت ما حتفضل تتنفس عادي، الدم بيخش ما يلاقي له دم، الهواء بيخش ما يلاقي له دم يدي ولا، فبيجي في شنو، في هواء زايد، wasted wasted ventilation، wasted تهوية، تهوية ضائعة. بعدينك عندك شنو، اللانج كولابس. اللانج كولابس معناته عبارة عن الألفيولاي أو الشعب الهوائية الصغيرة دي اتقفلت، اتسدت، بقت مقفولة، اتسدت أو اتقفلت كيف؟ إنه والله اتشفطت عديل، بقى السرفكتنت ما في، لأنه السرفكتنت هو اللي بيمنع علينا عملية شنو، عملية اللانج كولابس. وفي أسباب تانية كان قلناها، بتلاقي تلقائيا حصل لانج كولابس، مما يؤدي انه الفنتيليشن او التهويه ما قادره تخش لانه الباب مقفول تماما مؤمن، تمام؟ فهيؤدي لنا لشنو؟ انه الدم واصل عادي لكن التهويه ما واصله، يبقى شنو، في دم زايد، يبقى شنو، ويستد برفيوجن، دم ضائع، تمام؟ نمشي واضح يا شباب؟ نمشي الصوره اللي بعدها. طيب زي ما شايفين الصورة، زي ما شايفين اللي هو شنو، effect of VQ mismatching، دي ما حاجة مهمة شديد لكن ممكن نمشي على سريع. قال لك لما يكون في on PO2 on PO3، قال لك if ventilation to an alveolus is reduced relative to its perfusion، يقول لك less O2 supply from environment and less CO2 removal. ده حيؤدي لشنو بس عشان يعني اوضح لك الحاجه، انه والله يا اخي اذا كان امثله لبعض الحاجات اللي ممكن تحصل، انه والله شنو الفنتيليشن الالفيولاي نقص، تمام؟ فده ادى شنو، انه الO2 ناقص اللي بيخش الجسم ناقص، كمان CO2 اللي بيطلع من الجسم بسيط، فمعناته شنو، معناته بيجي في تراكم في السي او 2، وفي شنو، وفي نقصان في السي او، تمام، السي او السي او في الاو 2، خلينا من او 2 سي او 2. الفكره شنو، ان الاكسجين لما يكون في مشكله في عمليه تبادل الاكسجين الفنتيليشن، انت قاعد في حته والله التهويه بتاعتك كعبه شديد، ده حتلاقي ان انت ما قادر تزيد النفس بتاعك، لكن الاكسجين اللي بيخش لسه بسيط، ما قادر يخش، ما قادر يعني يغذي الجسم، وكمان ثاني اكسيد الكربون اللي انت بتطلعه من الجسم بقى شنو، بقى كتير متراكم. فقال لك شنو، هنا الترجمه بتاعتها، قال لك البي او 2 الاكسجين في الالفيولاي بيقل، الاكسجين في الالفيولاي بيقل بسبب شنو، بسبب الانفايرمنت، وثاني اكسيد الكربون في الالفيولاي بيزيد، تمام، كتراكم للوضع الحاصل، تمام. قال لك this normally occurs in some alveoli at the base of the lung. الحته دي كلها انا ما شايف انها مهمه وبتفيدكم شديد، هتلخبطكم ساعه، هتلخبط المعلومات. قال لك اف perfusion يعني الفيروس reduced relative، لانه شرحناها الكلام ده كله، هو بس ده يقوم يفصل لك انه الاكسجين حيكون كان عامل كم، الضغط الجزيئي بتاع الاكسجين والضغط الجزيئي بتاع ثاني اكسيد الكربون، ودي حاجه بديهيه جدا انا شايف انكم فاهمينها يعني ما محتاجه. perfusion يا جماعه، انت قاعد معايا من قبل متاكد، perfusion قلنا التوصيل الدموي، perfusion يعني التوصيل، التغذية، أنا قاعد أعمل لك perfusion، بس أنا قاعد أغذيك، قاعد أمدك، أعمل لك امدادات، زي نفسي قاعد أعمل لكم perfusion بالريسبيراتوري كده، قاعد أعمل لكم امدادات، تمام. قال لك this normally occurs in some alveoli, the apex is مش عارف favorable site of infection. دي هنا دي نقطة مهمة شديد، دي نقطة مهمة عشان لما نجيب لكم سؤال الباثولوجي في نص الفسيولوجي. قال لك the lung apex is the most favorable site of infection for the tubercle bacilli because of the high PO2، تمام.
تيوبركل باسلاي اللي هو ناس شنو ناس التي بي تيوبركلوزز، تمام. قام قال لك شنو؟ قال لك ده بسبب شنو؟ بسبب الاكسجين العالي والبكتيريا. دي معلومه لكم، البكتيريا دائما بتفتش المحل اللي فيه اكسجين، وبتفتش المحل اللي فيه شنو؟ اللي فيه جلوكوز. انت السكريات اللي بتاخدها مع لما تكون مجروح او لما تكون مضروب دي بتزيد لك البلاوه، فتبعد من السكريات عشان طوال البكتيريا بتحاول تتغذى عليها وتقوم شنو؟ تنتشر اكثر، تحقق انتشارها ومغزاها. تمام يا شباب، واضح لحد هنا؟